للمزيد حول ظاهرة المخدرات في العراق وتزايد حجم الاتجار بها والإدمان عليها بل وتصديرها لدول الجوار، ينضم إلينا عبر الهاتف من وسط الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ جبار الياسري. أستاذ جبار، بداية مرحبا بك. بحسب إذاعة صوت أمريكا فإن جهات لها مصالح مالية ترفض حظر تجارة الخمور في العراق، ولكن من له المصلحة في إبقاء سوق المواد المخدرة منتعشة برأيك؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية جنابك والأستاذ المشاهدين. حياك الله دكتور. حقيقة الأمر إذا شارعني أستاذ دكتور سمير بأنه أنا حقيقة ما أسمع صوتي. صوتي مسموع؟ نعم صوتك مسموع أستاذ، تفضل أكمل. أخي الكريم، بالنسبة للمخدرات في العراق تعتبر بحد ذاتها أخطر سلاح دمار شامل استخدم لتدمير منظومة القيم والأخلاق في هذا المجتمع العريق والمحافظ، وبشهادة العالم أن العراق كان خالي من آفتين. الآفة الأولى هي آفة المخدرات وتعاطيها والتجار بها، وكذلك آفة مرض نقص المناعة المكتسب الأيدز. كان العراق حتى في فترة الحصار يفرض رقابة شديدة على هاتين الآفتين، وكان الشعب العراقي حقيقة يعني شيء لا يصدق أنه دول العالم بأسرها بما فيها الدول الغربية كانت تحسب العراق على أنه البلد يكاد البلد الوحيد الخالي من المخدرات. أما من جاءوا يفتشون عن أسلحة الدمار الشامل جاءوا بهذا السلاح الفتاك الذي الآن وعلى مدى 20 سنة يفتخ بهذا الشعب، بحيث دمر كل شيء في هذا البلد، دمر التعليم، دمر الصحة، أصبح الشباب العاطل عن العمل حقيقة مدمن على تعاطي المخدرات، والقسم الآخر لم يجد فرصة عمل إلا الاتجار. وشاهدنا قبل أيام حقيقة في إحدى الفضائيات العراقية أن هنالك من هو في مهنة صيدلي وطبيب وإمام حسينية يتاجرون بهذه المخدرات في وضح النهار، يعني شيء لا يصدق ما يجري في هذا البلد المنكوب للأسف الشديد. المخدرات تنتشر بشكل كبير في أوساط العراقيين، هكذا التقارير تتحدث. هذه الظاهرة طبعا ظاهرة خطيرة جدا. البعض ممن يحاول التبرير يقول طبعا من هؤلاء المتعاطين بحسب الشهود العيان يتحدث أنها محاولة للهروب من الواقع، لا يوجد عمل، لا يوجد فرص عمل، بطالة، فقر مدقع إلى آخره. كذلك بعض الدراسات التي أجرت استبيانات بشأن هذه الظاهرة الخطيرة. نقيب الصيادلة أستاذ جبار، نقيب الصيادلة في العراق أكد أن المخدرات غزت البلاد وأدمن عليها أطفال ونساء. يعني نتحدث عن مدى خطورة هذا الأمر الآن، يعني هناك عراق بلد له أجيال وله مستقبل، يا ترى هذا الأمر إلى أي مدى يهدد الأجيال المقبلة بالنسف، وخاصة العراق منهك اقتصاديا ومنهك نتيجة التغيرات المناخية ومنهك نتيجة حكومات فاسدة؟ بالحقيقة أستاذ سدير، المسألة مقصودة، يعني لا يمكن لبلد يمتلك كل هذه الإمكانيات وهذه الجيوش والحرس وحرس الحدود والأمن بالملايين، هنالك سواء كانوا فضائيين أو سواء كانوا حشد شعبي أو جيش أو شرطة أو أمن ومخابرات واستخبارات. وقبل أيام أيضا شاهدنا وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي قال يعني على الهواء مباشرة، قال نحن نرسل القبض على المجرمين وعتاة القتلة والمهربين سواء كان تهريب العملة أو تهريب المخدرات أو التجارة بالمخدرات، ويأتينا هاتف أو اتصال هاتفي من سياسيين أو أشخاص متنفذين فيما يسمى في الحكومة أو الدولة العراقية ونؤمر بإطلاق سراحهم. يعني إذا كانت هذه شهادة وزير داخلية
حكومة شاغفة، حكومة الكاظمي، فما بالنا بهذه الحكومات التي ما تأتي حكومة إلا وأثبتت للعالم وللعراقيين بأنها أسوأ من سابقاتها. ولهذا لا يوجد حقيقة، لا يوجد بسيط أمل في ظل هذا الوضع المتردد، وفي ظل هيمنة وسيطرة العصابات الإجرامية والميليشيات الموالية لإيران أو لأي بلد كامل أو حتى للدول التي جاءت بهم، لا يمكن أن ينتشل هذا البلد من هذه الكارثة اللي حلت به منذ على مدى 20 سنة. وأعتقد أنه الوضع ميؤوس فيه إذا لم ينتبه الشعب العراقي ويأخذ زمام الأمر بيده وينتفض ويقول كفى لهذا الاستهتار وهذا الاستقرار بحياة ومستقبل. يعني الآن هذا الجيل الذي ولد في فترة الاحتلال أو ما قبل الاحتلال بسنوات أصبح جيل تائه ضائع ليس له مستقبل، ولهذا للأسف الشديد يلجأ إلى مثل هذه استخدام المخدرات. يعني يعرف التراخيص الآن الذين أدمنوا على هذه المخدرات يرتكبون جرائم والله تشيب لها الولدان، جرائم سواء كان زنا، محارم أو أمور أخرى حقيقة نترفع عن. نعم، كل هذه جرائم تعتبر سببها المخدرات طبعا، ولكن هناك دول إقليمية دائما ما تتحدث بالممانعة وتتحدث بمشروعها في المنطقة. هل يكون هذا المشروع على حساب الشعب العراقي، أطفال العراق، نساء العراق، وخاصة أن هذه المخدرات ليست مجانية، هناك مليارات الدولارات بل وأكثر يعني يتم الاتجار بها ويتم تهريبها، وبحسب التقارير فإن الميليشيات متورطة في بيع وتهريب المخدرات، ولعل ضبط نحو 3.5 مليون حبة. أكبر دليل طبعا يوم أمس يؤكد أن الميليشيات الماسكة للمنافذ الحدودية تتاجر بالممنوعات. السؤال أستاذ جبار، يعني دول إقليمية يعني سوريا، إيران، لنسمي الأسماء بمسمياتها، هذه كلها تتحدث عن ممانعة وعن مشروع وإلى آخره، هل يعني ترى أن هذا منطقي ومقنع لمن إلى الآن يعني لم يرى بأم عينه ما يجري في المنطقة وبالذات في العراق، وخاصة أطفاله ونسائه والمخدرات المنتشرة بين أوساط المجتمع؟ أخي الكريم، المخدرات حقيقة يعني يروجها وتنتشر ويتم الاتجار بها تحت للأسف الشديد تحت خطاب ديني ومذهبي، ونحن شاهدنا أن هناك في لبنان وفي سوريا يعني مجاميع أو أحزاب تدعي المقاومة والممانعة وتقاتل المد الأمريكي أو الصهيوني في المنطقة باسم المقاتلة المحتل، ولكنها حقيقة أثبتت لهذه الشعوب سواء كان الشعب اللبناني أو السوري أو العراقي وحتى دول الخليج التي ايضا هي ايضا مبتليه بهذه الافه، لانه العراق لن يعد فقط يتهرب اليه المخدرات، وانما اصبح العراق كحاله حال لسان حاله حال لبنان، حال افغانستان، يزرع وينتج في هذه المخدرات. يعني المخدرات اصبحت باب من ابواب الارتزاق ومن باب الغنى والترف والتصدير. يعني هنالك أمراء ليس فقط أمراء حروب وإنما أمراء تجار بالمخدرات. وحقيقة المضحك في هذه الأمور أنه قبل أيام شاهدنا أيضا وسمعنا بقرار منع استيراد الكحول أو فرض على ضرائب عالية عليها جدا، والسبب يعود إلى أنه إجبار هؤلاء يعني المتعاطين الكحول أن يلجأوا إلى استخدام المخدرات، وهذه يعني هذه تعتبر أم الكوارث وأم النكرات. هذه متاحة، المخدرات متاحة ولكن الخمور غير متاحة، ممنوع. نعم، الخمور فرضوا عليها ضرائب كي يتاجروا، أيضا يتاجروا بها بأسعار خيالية ويستحوذون أيضا على تجارة الخمور، وهنالك نعم. يعني حقيقة خطوط مفتوحة بين إيران وبين سوريا ولبنان والعراق بشكل يومي، لأنه المنافذ الحدودية تخضع لسيطرة وهيمنة الميليشيات الموالية لهذه الدول سواء كان سوريا أو العراق أو إيران عفوا. فالعراق للأسف الشديد
سيبقى يمنح تحت نير او حقيقه هذه الافه التي دمرت الحرث والنفيد ودمرت كل معالم الدوله العراقيه ومنظومه الخيام. شكرا جزيلا. نعتذر منك أستاذ جبار لضيق الوقت في بانوراما رافدين من وسط الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ جبار الياسري، شكرا جزيلا لك.